العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة ابن رجب للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم باكورة إنتاجهم، والذي هو عبارة عن درس لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان ابن علي الجامي، المدرس والموجه بالمسجد النبوي الشريف. وقد كان الدرس عن أسباب انشراح الصدر من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لشيخ الإسلام أبي بكر محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع، إنه سميع مجيب. والآن نستمع إلى مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأعظم أسباب شرح الصدر التوفيق، فعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانفراجه. ومنها النور الذي يقبسه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ساق وحرج، وصار في أضيق سجن وأصعبه. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفتح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. ويصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النار. وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. موضوع درسنا الموضوع العام والكلام في أحكام السياق، ولكن استحسننا واخترنا هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم، ليكون هو كتاب درسنا في أحكام الصيام في هذه الأيام المباركة المقبلة. وبين يدي أحكام الصيام قدم العلامة ابن القيم بحثا مهما جدا في أسباب شرح الصدور وحصول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال، الكمال البشري. لذلك نبدأ بهذه الأسباب، ولعلنا نبدأ في معالجة أنفسنا قبل أن نبدأ في الصيام، لنعد أنفسنا لاستقبال صيام شهر رمضان. وبالله التوفيق، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. فيقول:
أعظم أسباب كره الصدق التوحيد على حسب كماله وقوته وزيادته يكون شراح صدر ساحبه. التوحيد يضعف ويقوى في نفس العبد يزيد فينقص، لأن أصل التوحيد هو الإيمان، الإيمان بالله تعالى وإفراده بالعبادة وتوحيده في أسمائه وصفاته بعد توحيده في ربوبيته. والناس يتفاوتون في هذا التوحيد، وعلى حسب كمال هذا التوحيد وضعف هذا التوحيد وقوته وزيادته يكون شراح صدر صاحبه. وهذا شيء يعلمه الإنسان من نفسه، زيادة الإيمان ونقص الإيمان وقوة الإيمان وضعف الإيمان وقوة توحيدك وضعفه. لو درس الإنسان أحوال نفسه في كل لحظة يدرك هذه أعراض تعتري كل إنسان، لأن القوة والضعف لهما أسباب ضعف التوحيد ونقصان التوحيد وضعف الإيمان ونقصان الإيمان المعاصي والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. وأسباب قوة الإيمان وقوة التوحيد وزيادة الإيمان وزيادة التوحيد الطاعة والامتثال. إذا كانت الطاعة على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نذكر مع قوة التوحيد وضعف التوحيد قوة الإيمان وضعف الإيمان، لأن الإيمان تلك الحقيقة التي في النفس، حقيقتها تعظيم الرب سبحانه وتعالى ومحبة الله وتعظيم أوامره. هذه الأمور تنسب إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم الالتفات إلى سواه، وإفراده في أسمائه وصفاته، وإفراده في ربوبيته، وذلك هو الإيمان. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإيمان للإسلام فهو على نور من ربه، على نور من ربه، من شرح الله صدره للإسلام على نور من ربه سبحانه وتعالى، قد نور الله قلبه يعبد الله كأنه يرى الله من شدة المراقبة، ويرزق الأنس بالله سبحانه وتعالى. فإذا أثرته أعراض بشرية لا بد منها أحس بالوحشة وفر إلى من؟ إلى الله، يفر إلى الله ليخلصه من شر نفسه وهواه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالذي يحاول الصعود ويتكلف الصعود في السماء، فمن يرد الله أن يهديه، من يريد الله له هدايته بالهدايتين، هداية الإرشاد والدلالة والبيان، وهداية التوفيق والإلهام،
يشرح صدره للإسلام، يحب الإسلام ويفرح بالإسلام، الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد، يرى من نفسه محبة الإسلام ومحبة الالتزام ومحبة الاستقامة. إذا رأى العبد من نفسه هذه المعاني معناه إن الله شرح صدره للإسلام وهداه، وهذه هداية الإرشاد والدلالة والبيان حصلت، تتبع ذلك هداية التوفيق والإلهام لأن يوفقه للعمل الصالح والإخلاص فيه ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ لا قبول للأعمال إلا بالأمرين معا، إخلاص العمل لله تعالى بحيث لا يشوبه شيء من الرياء وحب الشهرة والظهور والبروز، ولكن يريد وجه الله وحده، ويكون ذلك العمل وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفقه إلى ذلك. أما من يريد الله أن يضله وأمسك عنه التوفيق وخذله ولم يعنه على نفسه وشيطانه، فلم يعنه إعانة تجعله يحب الله ورسوله وطاعته، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يرى في امتثال المأمورات واجتناب المنهيات صعودة شديدة، لا يرى من نفسه الإشراح ليمتثل ويعمل ولينتهي عما نهي عنه، بل يرى هذه قيود صعبة تقيد وتقضي على حريته وإنسانيته، يريد أن ينطلق، هذا هو الضياع. فإذا رأى الإنسان من نفسه هذا المعنى ووقف هذا الموقف عليه أن يبادر بالفرار إلى الله ليخلصه، وإن وفقه الله سبحانه وتعالى في هذه الظروف إلى الفرار إليه وفقه توفيقه، وإن لم يوفقه قل وضاع. هكذا سبق في علم الله سبحانه وتعالى ومكتوب عنده، من يوفق ويلهم ويعمل ويشرح صدره للإسلام ويحب الإسلام وأهل الإسلام ومن هو بالأسف، كل ذلك سابق في علم الله تعالى وكتابه السابق. فإذا أننا لا نعلم هذا السر، مطالبون بظاهر الشريعة، علينا أن نطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية في كل لحظة. إذ قد يكون من الأسباب لأن يخلص الله عبده مما تورط فيه الإكثار من الدعاء واللجوء إلى الله، كما سيأتي في أسباب شراح الصدر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى العلامة ابن القيم: فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر. الهدى الذي هو ضد الضلالة، الذي هو المتابعة، صحة المتابعة، الهدى ضد الضلال، والتوحيد ضد الشرك بنوعين: الشرك الأكبر والأصغر. من رزقه الله الهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، إن شرح صدره، إذا وفقه الله توحد الله
في عبادته في ربوبيته توحيد الربوبية الذي هو توحيد الفطرة والأصل، وجاء الشرع مؤيدا لذلك، ثم أتبع ذلك بتوحيد العبادة، لأن توحيد الربوبية وحده لا يجدي ولا ينفع. ولو وحد الإنسان رب العالمين لأنه وحده هو الخالق الرازق وهو المعطي المانع وهو النافع الضار وهو القادر على اختراع كل شيء لا شريك له في كل ذلك، لو وحده هذا التوحيد ولكن لم يوحده في عبادته، يدعو معه غيره ويستغيث بغيره ويخاف خوفا غير طبيعي من غيره ويحب غيره محبة غير طبيعية ويساوي بينه وبين عبد من عباده في علم الغيب والتصرف في الكون، ووحد الله في ربوبيته على ما ذكرنا، ولكن تورط في هذه الأنواع أنواع الشرك الأكبر، ما نفعه ذلك التوحيد أبدا، بل لا يدخل بذلك التوحيد في الإسلام فضلا من أن يكون من أولياء الله تعالى، لأن ذلك التوحيد توحيد الربوبية توحيد كما قلنا غير مرة لم يجهله أبو جهل نفسه. أبو جهل وأمثاله يوحدون الله في ربوبيته، وإنما غتم عليهم بالشرك والكفر واستهلت أموالهم ودماؤهم لأنهم لم يوحدوا الله في عبادته، أشركوا بالله في العباد. وهذا شيء يجب أن يعلمه صغار طلبة العلم قبل كبار طلبة العلم، بل جميع المسلمين يجب أن يعلموا لا بد من الجمع بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد العباد. إذا تم للمرء هذا التوحيد ثم حصل له الهدى اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يحصل له انشراح صدره أعظم الشراح. والشرك كما مثلنا والضلال كما أشرنا من أعظم أسباب ضيق الصدر والحراك. من علق قلبه بغير الله تعالى يخاف من هذا ويحذر من ذاك ويرجو زيدا ويخاف عمرا ويحلف بخالد، وهكذا موزع بين عباد الله، يخاف من الجن والإنس، لا يوحد الله في المحبة والرغبة والرهبة، ويتبع كل ما سمع، لا يبحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبعه في صلاته في جميع عباداته، لا يتقيد في الهدي النبوي. من ابتلي بهذا الداء أصيب بأعظم أسباب ضيق الصدر والحرج، دائما هو في حرج في ضيق، لأن محبته موزعة وخوفه موزع واتباعه موزع، لم يوحد اتجاهه في سيره إلى الله، لذلك فهو دائما في ضيق وفي حرج. فنسأل الله لنا ولكم السلام. ويقول العلامة ابن القيم: ومنها من أسباب انشراح الصدر النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. هذا النور نور الإيمان، هذا النور إنما يحصل إذا قوي الإيمان. الإيمان له نور وله طعم،
وله لذة، يتذوق الإنسان طعم الإيمان، ويجد في نفسه لذة الإيمان، وينور قلبه بنور الإيمان. كل ذلك إذا صح إيمانه، لا الإيمان المدعى، بل الإيمان الحقيقي الذي علم الله منه إيمانه. وهذه الأمور بالنسبة لنا نحن نحكي، ولكن ابن القيم يتحدث حديث إنسان مجري هذا يخص هذا المعنى في نفسه رحمه الله. فإنه يشرح الصدر هذا النور ويوسعه، ويرى الدنيا عنده ليست بشيء، لا يرى تخارف الدنيا ونعيمها وعذابها ومشاكلها، كل ذلك لا يراه شيئا، لأنه ارتبط بنور الإيمان، وهذا النور يربطه بالله سبحانه وتعالى. فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرق القلب دائما فيما بينه وبين الله في فرح وسرور، وإن كان فيما يبدو للناس هو في ضيق، قد يكون في شق في ضيق وفي تسلط الأعداء عليه، كما هو الحاصل لكثير من المصلحين من الأنبياء وورثة الأنبياء، كثيرا ما يمتهنهم الله سبحانه وتعالى بأن يسلط عليهم أعداءهم. لكن في الوقت نفسه يرون في أنفسهم محبة لله وسرورا، لذلك يحكى عن شيخه العلامة الإمام ابن تيمية عندما كان يعذب ويلقى ويسجن يقول: جنتي في صدري، ماذا يعمل أعدائي؟ نفي سياحة، سجني خلوة، وقتلي شهادة، وهل يعمل الأعداء أكثر من هذا؟ القسمة ثلاثية، ليس هناك شيء آخر، إما أن ينفى وإما أن يسجن وإما أن يقتل، وفي الحالات كلها فهو في جنته. يقول هو أو غيره من أصحاب التحقيق: لا يدخل العبد جنة الآخرة حتى يدخل جنة الدنيا، أي حتى يجد لذة في طاعة الله تعالى وعبادته، والأنس به، والفراح صدره، وتتحول جميع المشاق عنده، فلا شيء، يرى نفسه كأنه في الجنة وهو في الدنيا، بعد ذلك يدخل جنة الآخرة. الله المستعان. يقول العلامة ابن القيم: فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحل، وصار في أضيق سجن وأصعبه. قد يكون فيما يبدو للناس في نعيم في راحة، لكن فيما بينه وبين الله إذا فقد ذلك النور ضاق صدره. وهذه المعاني كلها فيما بين العبد وبين الرب. وأما ما يحصل للإنسان من متع الدنيا، هذه المتع قد تحصل
لأعداء الله للكفار ما لا يحصل لأولياء الله تعالى، أي ليست هي المعيار. التنعم بنعيم الدنيا وأن يعيش الإنسان في بحبوحة من العيش وفي سعة من الحياة أو في ضيق، كل ذلك ليس بمعيار وليس هو محل الحديث، وإنما القضية قضية خاصة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفتح وانشرح. يعرف ذلك الإنسان من نفسه، وقد يعرف ذلك غيره بالقرائن وبتصرفات هذا العبد. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، هذه العلامة التي يعرف بها الإنسان. إذا رأيت الإنسان ذا إنابة وتوجه وإكثار من التوبة وإقبال على الله والتجافي عن دار الغرور، وأن متع الحياة لا تضره لأنها دار الغرور يأخذ منها زادا لآخرته ما يحصل له من متاع الدنيا، يستعمل زادا لآخرته، لا ينخدع بها، لا تشغله عن عبادة الله وعن طاعة ربه سبحانه وعن اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، والاستعداد للموت قبل نزوله. كيف يستعد الإنسان للموت؟ الاستعداد للموت أكثر أهل العلم من ذكر الاستعداد للموت في مؤلفاتهم وفي كتبهم، ذلك في التوبة والإنابة والإكثار من مراجعة صفحات أعمالك الماضية، ماذا عملت، والإقبال على الله وانكسار القلب والحزن لأنك لا تدري بما يختم لك. ارزق الخوف مع السرور والانشراح، لا بد أن يجمع العبد بين الخوف وبين الرجاء، لا يغلب عليه الخوف حتى يصل إلى درجة القنوط واليأس، ولا يغلب عليه الرجاء حتى يركبه الغرور، ولكنه يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. يلازم هذه الخطة وهذا الطريق، بهذا يستعد للموت. يقول العلامة ابن القيم بالمناسبة هذا الأثر أو هذا الحديث ذكر المحققون للكتاب أن ما ذكره العلامة ابن القيم لأنه رواه الترمذي، يقول جعل ذلك وهما لأن الترمذي لم يذكره، معناه راجع المحققون الترمذي في المضان فلم يجدوا وحكموا بهذا الحكم. وفي النهاية بعد التتبع إن الحافظ ابن كثير أثبت هذا الحديث، أي هو ثابت سواء كان ذكر في الترمذي أو لم يذكر، الذي يهمنا ثبوته. فجزاهم الله خيرا الذين حققوا ونقلوا إلينا هذه المعلومات. يقول العلامة ابن القيم: فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وكما تقدم الناس تتفاوت في قوة الإيمان وضعف الإيمان، وذلك حسب قوة هذا النور وضعف هذا النور، وهذا أمر معنوي
يدركه الإنسان من نفسه ويدركه غيره بالعلامات التي ذكرها وجاء ذكرها في الحديث. وكذلك النور الحسي، يريد أن يضرب المثل لذلك بالنور الحسي، النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه. إذا كنت في مكان منور كهذا المكان وأنت بحاجة إلى النور لتسير لتقرأ لتستفيد، ينشرح صدرك بهذا النور الكهربائي الحسي. وإذا كنت في غرفة مظلمة يضيق صدرك. كذلك النور المعنوي بالنسبة للإنسان، من رزق النور نور الإيمان انشرح صدره وفرح ورزق السرور بالله سبحانه وتعالى وبطاعته والعكس بالعكس. نعم. ثم قال رحمه الله: ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحفر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرف الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. فمنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذا في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في شرح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفصح وأشرف، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم ثم روحه. فمن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى. على العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها من أسباب انشراح الصدر العلم، ألف العلم للعهد، العلم المعهود المعروف وهو العلم النافع وهو العلم الموروث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، لأنه على بصيرة في دينه، على بصيرة في سيره إلى الله، لا يتخبط في سيره إلى الله في عبادته في طاعته في معاملاته لإخوانه المسلمين وغير المسلمين، يعرف كيف يعامل الناس جميعا. لذلك يقول: حتى يكون أوسع من الدنيا، لأنه يعلم كيف يعيش في هذه الدنيا، كيف يعامل رب العالمين، وكيف يعامل أولياء، وكيف يعامل أعداء، يعلم كل شيء يحتاج إليه. والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس. الجاهل الذي لا يعرف ما يجب لله، لا يعرف حق الله، لا يعرف حق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعرف حق عباد الله، قد يلقي ويصرف لعباد الله مهض حق الله تعالى لجهله. الجاهل الذي يجهل الضروريات من الدين، العلم الضروري الذي لا يسع مسلما او مسلمة ان يجهله، هذا يكون في ضيق في حرج في حبس.
لا يعرف حتى ما يصلحه هو. لا يصلح العبد شيء مثل معرفته لربه. الجاهل لا يعرف ربه. الجاهل يتبع كل نائب. إذا قال له قائل الله في صدري كما يقول بعض شيوخ الطرق يصدق، إذا قال له القائل الله في كل مكان يصدق، إذا قال القائل الله هذه السماوات هذه الأجرام هي نفسها هي الله يصدقها. الجاهل الذي لا يعرف ربه حقيقة المعرفة ولا يعرف نبيه حق المعرفة وما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، المعرفة الواجبة في ضيق ليس بعده ضيق وفي حرج وفي حبس. لذلك ننصح إخواننا المسلمين أن يتعلموا العلم الضروري. العلم علمان، علم ضروري لا يسع مسلما جهله أبدا. لذلك عندما بدأ شيخ الإسلام المصلح المجدد تجديده ألف للناس رسالة صغيرة كانوا يحفظونها حتى العوام والأطفال، يحفظون العوام في مساجدهم والأطفال في بيوتهم، لأن هذه الرسالة التي تسمى الأصول الثلاثة مشتملة على العلم الضروري الذي لا يسع مسلما جهله. لذلك على طلاب العلم وعلى المصلحين المنتشرين في العالم للإصلاح أن يبدأوا في تربية الناس بصغار العلم، بأن يعرفوهم رب العالمين ودينه ونبيه وشروط الصلاة واجبات الصلاة أركان الصلاة معنى لا إله إلا الله نواقض الإسلام. هذه الأمور لا يسع مسلما جهلها. من جهل هذه الأمور إسلامه على خطر، إسلام تقليدي، إيمانه إيمان تقليدي لا يجدي ولا ينفع. لذلك فهو في ضيق وفي حد. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا عنده سبحانه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والجهل يورثه الضيق والحصر والحب. هذا شيء ملموس، والجاهل يدرك ذلك من نفسه. الإنسان الذي أدرك مرضه من الغباوة بمكان ألا يبادر بالعلاج، والجاهل الذي يعلم من نفسه مثل هذا الجهل من الغباوة بمكان عدم المبادرة بالتعلم. والتعلم في هذا الوقت أيسر من أي وقت مضى. عندما كانت الناس تسافر من مكان إلى مكان في البحث عن مسألة علمية أو عن عالم يعلم الناس، بينما الآن العلم دخل عليك في بيتك بواسطة الأشرطة بواسطة المذياع، دخلت عليك المسائل العلمية والفتاوي الإسلامية دخلت عليك في بيتك. من قصر في هذا الوقت في التعلم رجالا ونساء فهو المقصر، ليس له أدنى عذر أبدا أينما كان. حتى المسلم الذي يعيش في غير بلاد المسلمين العلم يلحقه هناك. يقول العلامة ابن القيم فكلما اتسع علم الأدب انشرح صدره واتسع. إذا تجاوز المعلومات الضرورية
ودرس واتسعت معلوماته في العقيدة في الشريعة في الأحكام في المعاملات انشرع صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، لأن العلم في المفهوم اللغوي بمعنى المعرفة يشمل أي علم، ولكن هذا العلم الذي هو موضوع حديثنا ليس كل علم، بل هذا للعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الشرعي، العلم الذي به تعرف الله وتعرف دين الله وتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف الدار الآخرة والاستعداد لها. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تتعلم غير هذا العلم، لا، تعلم هذا العلم وبعد ذلك تعلم أي علم نافع لك في الدنيا والآخرة ما لم يكن ضارا. وهو العلم النافع، العلم النافع النفع المطلوب للعبد في آخرته في دينه. وقد يكون قد تكون علوم الدنيا نافعة نفعا خاصا نفعا مقيدا نفعا مؤقتا، لكن هذا العلم هو العلم النافع النفع الذي لا تستغني عنه أبدا. فأهله أشرح الناس صدرا، أهل هذا العلم أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا، لا يذوقون. ثم قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها الإنابة، الإنابة إلى الله من أسباب انشراح الصدر، الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب، حتى لا يكون في قلبك محبوب سواه، لا تحب أحدا مع الله. حرام على قلب أن يجمع ومحبة غيره. انتبه، هنا محبتان: الحب في الله والحب مع الله، المحرم الذي لا يجوز أن تتورط فيه أن تحب مع الله، أن تجمع في قلبك مع الله محبوبا آخر تحبه كما تحب الله وتعظمه كما تعظم الله وتخافه وترجوه وتراقبه وتعتقد أنه معك في كل لحظة يعلم منك كل شيء. لا يوجد من يتصف بهذه الصفات غير رب العالمين. ولو جعلت محبوبا آخر شيخك إمامك شيخ طريقتك، جعلت له شيئا من هذه المحبة، حل في قلبك مع الله تعظمه وتخاف منه، أشركت بالله شركا أكبر لا يغفر إلا بالتوبة، حتى تطرد ذاك المحبوب الثاني من قلبك ليكون محبوب قلبك هو الله وحده لا شريك له. أما من يحب شيخه ورئيسه كما يحب الله فيعظمه كما يعظم الله، وربما يعتقد فيه معرفة علم الغيب وأنه يضره أو ينفعه ويحذره منه، مشرك شركا أكبر. وهناك محبة، محبة طبيعية، تحب ابنك وأهلك، تحب سيارتك، تحب مالك، هذه محبة طبيعية
ليس فيها خضوع وتلمم غير ذلك، ليست محبة عبادة. وهناك محبة عظيمة نافعة لك، الحب مع الحب كله، تحب أولياء الله شخصا تعتقد فيه الصلاح والتقوى والاستقامة، تحب لا لشيء آخر بل لكونه وليا من أولياء الله وعبدا صالحا لله محبا لله، أحببته لكونه يحب الله، هذا عمل صالح. لذلك إذا تحاب اثنان في الله واجتمعا على هذه المحبة وافترقا عليها يكونان من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إذا فرق، باب المحبة باب عظيم، يجب أن يدرس طلاب العلم هذا الباب. الإشراف في هذا الباب شيء خطير جدا. أخي الكريم من فضلك تقلب الشريف. الإشراف في هذا الباب شيء خطير جدا، لذلك قال ومحبته بكل القلب كما ترهن والإقبال عليه، لا تقبل إلا عليه، لا تلتفت بقلبك إلا إليه، والتنعم بعبادته، وأن تحس التنعم والراحة في عبادته. ذلك إذا وحدت الله، أما إذا كنت تعبد معه غيره لا تجد ذلك تنعم وأنت في قلق، تخاف الله وتخاف غير الله، وربما يزين لك شيطانك فيقول لو قصرت في حق الله. الأمر هين لأن الله غفور رحيم، لكن لو قصرت في حق الشيخ، الشيخ لا يتسامح لا يغفر ولا يعفو. لا تحسبوا هذا الكلام فيه نوع من المبالغة، هذا موقف كثير من أتباع مشايخ الطرق الذين استولت على قلوبهم محبة شيوخهم. لدي سؤال وردني البارحة في هذا المعنى، كيف نجيب عليه؟ لتتصوروا أن أتباع مشايخ الطرق يعظمون مشايخهم أكثر من تعظيمهم لرب العالمين، ويخافون منهم أكثر مما يخافون من رب العالمين، بدعوى إن الله غفور رحيم. فالشيخ لا يغفر ولا يرحم، يجب أن تكون معه حرفيا تمشي معه حرف. هكذا أين الإيمان مع هذا الاعتقاد؟ والإقبال عليه وحده سبحانه وتعالى والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرف لصدر العبد من ذلك. اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا. العلامة ابن القيم من الذين لهم ذوق خاص في هذا المعنى، لذلك يتحدث عن معرفة وعن إحساس وعن تجربة، لا يتحدث حديثا ناقل مثلنا ينقل كلام الناس إلى الناس. فلا شيء أسره لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة يقول العلامة ابن القيم قد يصل العبد إلى درجة إنه ليقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحال، أي دخل في الدنيا جنة
وأحس بهذه الجنة وتنعم بها. يقول إن رزقت في الآخرة جنة الشهادة فإني إذا في عيش طيب. هذا لا يقوله الذي يحكي، ولكن يقوله الذي تذوق رحمه الله. يقول العلامة ابن القيم: وللمحبة تأثير عجيب في شراح الصدر، وهذه المحبة لا تتحقق أيها الإخوة إلا بالإقبال الكامل وعدم الانشغال بغير الله. أما من شغل نفسه بغير الله، بغير عبادته، بغير طاعته، بغير اتباع دينه، من شغل نفسه بأمور تافهة لا تحصل له مثل هذه المحبة. وللمحبة تأثير عجيب في صراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به. صدق رحمه الله، لا يعرف ذلك ولا يدرك إلا من له حس بذلك. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح. لذلك مع كثرة ما ابتلوا به من خصومهم وأعدائهم من أرض ونفي وسجن ما كانوا يتضايقون أبدا، الذي يدلكم على ذلك هو إمام وشيخه لم يجدوا راحة من أعدائه. مع ذلك انظروا إلى مؤلفاته، خصوصا مؤلفات شيخه. متى ألف هذه المؤلفات التي عجزنا الآن من استيعابها؟ فهو يسجن، وهو يطرد، هو ينفى. متى ألف هذه المؤلفات؟ يدخل في السجن فيؤلف مع العبادة والخلوة، اشتغل بالتأليف والتعليم، يطرد إلى الإسكندرية وإلى القاهرة، يتربى على كرسي في مسجد من المساجد فيدرس. لا يشغله الطرد ولا يشغله النفس عن التعلم والتعليم ونفي عباد الله والاشتغال بطاعة الله، لأنه لا يغث هذا الذي يغثه أحدنا عندما يحصل عليه أي شيء أو أي ابتلاء. يضيق صدره ويقصر في الواجبات وفي أداء الواجبات وتعليم عباد الله، أما هم لا. هذا دليل على أنهم وصلوا إلى أن أحسوا هذا الذي يتحدثون عنه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: لا يعرفه عفوا، وللمحبة تأثير عجيب في شراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يذوق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن. عندما يختلط بالبطالين أصحاب البطالة المغرضين عن الله، المغرضين عن التعلم والتعليم، المنشغلين بدنياهم وما يلهيهم عن الله، هؤلاء أصحاب البطالة الفارغين من جهلهم، فرؤيتهم على عينه. رؤية أمثال هؤلاء عند ابن القيم وغيره أذى عينه يتقدم ويتأذى برؤية هؤلاء، إذ ليس في إمكانه هدايتهم وتعليمهم جميعا ودعوتهم إلى الله. ماذا يعمل؟ يتأذى من رؤيتهم. المقاهي الآن والشوارع ملأى بأمثال هؤلاء
ليس له حيلة في هدايتهم وإرشادهم، لذلك يتألى. ومخالطتهم ثم روحهم تمرض روحه إذا خالط أمثال هؤلاء. لذلك يرون إن السجن خلوة لهم يستريحون فيها مع الله، يكونون مع الله، يكون الله معهم بالنصر والتأييد والتوفيق، ويعينهم ذلك على السير إلى الله. نعم. قال: من أسباب شرح السبع دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، أن الذكر تأثير عجيب في شراح الصدر ونعيم القلب، أن الغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه، ومنها الإحسان إلى الخلق ونفع من بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكبهم عيسى وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق، فمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه واندفقت حتى يجر ثيابه ويؤتى أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل شراح صدر المؤمن المتصدق وانفتاح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحسار قلبه، ومنها الشجاعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ذكر من أسباب شراح القلب نابع ومحبة الله تعالى بكل القلب. قال: ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى. يذكر العلامة ابن القيم الداء ليتك الدواء. من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره. الإعراض عن الله تعالى وعن دينه قد يصل إلى حد الردة، وقد عدى بعض أهل العلم الإعراض عن دين الله تعالى من مواجب الإسلام، بحيث لا يتعلم الإسلام ولا يحاول العمل به، فلا يرفع رأسه لمعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يستدلون على ذلك بقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض عن الدين وعما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بحيث لا يشتغل بتعلمه والعمل به، بل لا يبالي ولا يرفع رأسه ليتعلم الهدى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإعراض قد يصل إلى هد الكفر، فهو معدود من نواقض الإسلام كما علمتم ودرستم في نواقض الإسلام. وتعلق القلب بغيره تعالى يشمل تعلق الإنسان برئيسه بشيخه، وتعلقه بدنياه وماله ومحبوبه من غير الله، والغفلة
عن ذكره سبحانه وتعالى لا يذكر الله، لا يكاد يذكر الله، مشغول بما تعلق به قلبه ومحبة سواء مما يسبب ضيق الصدر، محبة غير الله تعالى محبة لا تليق إلا بالله كما تقدم في درس البارحة. فإن من أحب شيئا غير الله أذنب به، فيكون دائما مشغولا بهذا المخلوق الذي أحبه، سواء أحبه لكونه شيخه أو لأنه رئيسه، وأحب ماله ودنياه شغلته دنياه وماله عن ذكر الله تعالى، وسبب ذلك له الإعراض عن الله وشغل. وإذا أحب غير الله مع الله محبة التي هي محبة عبادة فيها الخضوع والتذلل، وأحب غير الله مع الخضوع والتذلل فهو شرك أكبر ومن نواجب الإسلام. فمن ابتلي بمثل هذه المحبة أي محبة غير الله تعالى قد ابتلي. يذكر العلامة ابن القيم في بعض كتبه إنما كان الشرك أعظم الذنوب، وأن من مات عليه لا يغفر له ويكون خالدا مخلدا في النار، لأن الشرك ينقص به محبة الله تعالى. محبة الله روح الإيمان، الإيمان بدون محبة الله تعالى كالجسد الذي بلا روح، أي إيمانه إيمان شكلي ليس إيمانا حقيقيا إذا فقد محبة الله. إذا أشرك مع الله في مثل هذه المحبة العظيمة وهذا العنصر العظيم من عناصر الإيمان، انقسمت هذه المحبة قسمين، قسم لله وقسم لغير الله، نقصت المحبة، لذلك أصبح الشرك من أعظم الذنوب. فإن من أحب شيئا غير الله تعالى أذنب به، لأنه مشغول به فهو لا ينفعه ولا يضره، وسجن قلبه في محبة ذلك الغير وسجن به فأعرض عن الله، فذلك المحبوب لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفعه في شيء. فيقول العلامة ابن القيم فما في الأرض أشقى منه ولا أتف منه بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا، لأنه صرف هذا المعنى العظيم كله أو جله لغير الله تعالى، فحرم محبة الله ومعية الله الخاصة وعونه وتوفيقه، فلم يستفد من محبة غيره. ثم قال فهنا محبتان، المحبة محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس، من رزق تلك المحبة دخل جنة الدنيا ورزق سرورا لا مثيل له، ولذة القلب ونعيم الروح وغذاء الروح ودواء الروح، بل حياة قلبه وقرة عينه وهي محبة الله وحده في كل القلب، جهات الحي في كل القلب، بحيث لا تنقسم المحبة بينه وبين غيره. من رزق هذه المحبة بكل قلبه دخل جنة الدنيا وهو في الدنيا، ومن دخل جنة الدنيا إن شاء الله إنه يدخل جنة الآخرة بتوفيق الله تعالى
لأن هذا علامة التوفيق، إن مات على ذلك يرجى له الخير، من مات على خير عمله فرج له خيرا. هذه هي المحبة، وهي محبة الله وحده بكل القلب، وانجذاب قوى الميل وقوى الإرادة وقوى المحبة كلها إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يلتفت إلى سواه في السراء والضراء في كل لحظة. فتصير الموجودات كلها كالجمادات، إذ لا تنفع ولا تضر حقا، لا فرق بين الجمادات وغير الجمادات، لأن المخلوقات كلها لا تضرك إلا بما كتب عليك، ولا تنفعك إلا بما كتب لك. إذن الأمر كله لله. هكذا يرزق بعض عباد الله مثل هذه المحبة فيدخلون جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. هذه واحدة. المحبة الثانية محبة هي عذاب الروح، غم النفس، سجن القلب، ضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سوى الله. من ابتلي بمحبة مخلوق ما أيا كان، مخلوقا يعبده ويعظمه، مخلوقا يشغله عن الله تعالى ولو لم يكن من باب العبادة، لكن يشغله عن الله عن المعبود، سجن قلبه وضاق صدره وسيقت إليه الآلام والنكد والعناء من كل فج، ويعيش في ضيق. وبهذا يشخص العلامة ابن القيم أمراض القلب، وأمراض القلب علاجها في الطب النبوي، والأطباء لا يعالجون هذا المرض، وقد يكونون هم أنفسهم مرضى، ولكن العلاج في الطب النبوي. اشتغل بذكر الله، الأذكار المشروعة، عليك أن تقتني كتب الأذكار للنووي، والوادي للسيد، والكلم الطيب، وسهيل الكلم الطيب، وغير ذلك من الأذكار، من الكتب التي جمعت لك الأذكار المعثورة، وتبين قبل الأذكار ومكانة الأذكار حتى لا تنسى الله. إن نسيت الله هلكت ووقعت في هذه الآلام. إذا شخص المرض سهل العلاج. إذا عرفنا أنواع هذه الأمراض علينا أن نشتغل بالعلاج بتوفيق الله تعالى. قال العلامة ابن القيم: ومن أسباب شره الصدر دوام ذكره على كل حال، وهذا سهل ميسور على من يسره الله عليه. تذكر الله بالأذكار المقيدة عند نومك، عند الاستيقاظ من النوم، عند الخروج من المنزل، عند دخول المنزل، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد. الأذكار المقيدة الكثيرة، تذكر الله في طريقك، عند ركوبك، بأذكار مشروعة لا تحتاج إلى أن تتخذ سبحة طويلة. تذكر الله بالتهليل والتسبيح والاستغفار، وتكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الذكر تلاوة كلامه. التالي لكلام الله القرآن كأنه يتحدث مع الله، فيؤذل الذكر إلا في بعض المواطن، المواطن التي عين الشارع لها أذكارا معينة تشتغل بهذه الأذكار.
أما في الأوقات العامة تفضل الذكر قراءة القرآن متعقل وتدبر ثم محاولة العمل به والدعوة إليه. وفي كل موسم للذكر تأثير عجيب في الشراء السبعي. هذا كلام مجرد. يقول العلامة ابن القيم للذكر تأثير عجيب في الشراء السبعي. جرب أكثر من ذكر الله تعالى حتى ترى الأنس مع الله. فإذا تركت ذكره وشغلك شاغل وجدت وحشة في نفسك لا تستأنس إلا حين تذكر الله بالأذكار المشروع. وفي نعيم القلب وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. الغفلة عن الله تقدمت الإشارة إلى تلك الأسباب، أسباب الغفلة، التعلق بغير الله والانشغال بغير الله وعدم الانشغال بتعلم شرع الله والعمل به والانشغال بجمع المال في كل وقت حتى ينصرف إلى ذلك انصرافا كليا، وأن يشغل بمحبوب أحبه أيا كان ذلك المحبوب، ماله وولده وأهله وشيخه ورئيسه، كل ذلك يوقعه في الغفلة عن الله ويسبب له الوحشة والعذاب. يقول العلامة ابن القيم من أسباب شراه الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال. الإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الله تعالى لأن تعبد الله بالعبادات المشروعة بالإخلاص وبالمتابعة. النوع الثاني الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى عباد الله شكرا لله الذي أنعم عليك ومكنك لتكون يدك هي اليد العليا، وأعطاك ومكنك من الإنفاق والإحسان. والإحسان إلى الخلق شكر لله سبحانه وتعالى ورحمة وشفقة، يرحم المرضى ويرحم أصحاب الحاجات والمنكوبين وكل من يحتاج إليه لما يمكنه من المال قليلا كان أو كثيرا، وينفعهم بجاهه بما لديه من الجاه والمنصب، يستغل جاهه ومنصبه ومكانته عند الناس في نفع عباد الله والنفع بالبدن. وأنواع الإنسان الكثيرة. يقول: فإن الكريم المحسن أكره الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم بالا، لأنه أرضى ضميره، أرضى الله وأرضى ضميره بهذا الإحسان وبتفريج كرب المكروبين وقضاء حاجة المحتاجين. وأما البخيل الذي ليس فيه إحسان فهو أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيسى وأعظمهم هما وغما، لأنه خالف الفطرة وخالف المعقول وخالف الشرع، لذلك ضميره يؤنبه، لذلك يحمل الهم والغم. والبخل والشح لا يمكنه أن يمد يد الإحسان إلى عباد الله، ويكون قلقا بين إرضاء بخله
وبين ما يحسه من عتاب ضميره. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق، فمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق الكريم السخي بصدقة اتسعت تلك الجنة عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، يعفي بذلك أثره وينفق في سبيل الله تعالى في السر والعلانية، ولا ينفق رياء وسمعة. وكلما هم البخيل بالصدقة لزمته تلك، لزمته كل حلقة مكانها، أو لزمت كل حلقة مكانها ولا تتسع، محبوس ولم تتسع عليه حتى لا يتمكن من مد يده. هذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحسار قلبه. البخل يلازم الجبن، والكرم يلازم الشجاعة. إذا رأيت كريما سخيا فاعلم بأنه شجاع، وإذا رأيت بخيلا شهيرا فاعلم بأنه جبان. هكذا أثبتت التجارب التلازم. نعم، فيأتي الآن العنوان الآتي. نعم. ثم قال رحمه الله: ومنه الشجاعة، فإن الشجاعة من شرف الصدر، واسع البطان، متسع القلب. والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. وأما سروره ولذتها ونعيمها واجتهادها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل، وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. فإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في القبر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح قبر هذا لعارض، ولا بضيق قبر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها. وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان. قال العلامة ابن القيم: من أسباب انشراح الصدر الشجاعة، فإن الشجاعة من شرف الصدر. الشجاع الذي يبذل روحه سخية في سبيل الله تعالى، كذلك يبذل المال ومشارك الصدر، محبوب عند الله، واسع البطان. البطان حزام للقتب، يقال اذا اراد الانسان ان يصف الامر بالشده يقول: التقت حلقتا البطان، أي حزام، حزام القتب. واسع البطان، متسع القلب، منشرح البال. والجبان ضيق النفس، والجبان أضيق الناس صدرا كما قلنا، لأنه على خلاف الفطرة السليمة والعقل الصريح وأمر الشريعة، مأمور بأن يبذل وينفق، خالف ذلك خلقه الجبن والبخل منع من ذلك. إذا فهو بين امتثال هذا البخل وبين تحمل عتاب ضميره وعتاب الناس له
لذلك هو أضيق الناس صدرا وأحسرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور، يحاول أن يفر من الناس ويعرض عن أصحاب الحاجات لئلا يمد يد المساعدة، ويحاول أن يخفي ما لديه من النعم، لا لذة له إلا لذة البهائم البهم، ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوانات ما للحيوان البهيم، يتلذذ بأكله وشربه ونكاحه كالحيوانات، أما كونه يتلذذ بالبذل والعطاء وقضاء حاجات الناس والإحسان إلى المحتاجين، هذا يجد فيه الإنسان لذة. من رزقه الله مالا صالحا فهو صالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. الرجل الصالح عندما يرزق المال الصالح الحلال الطيب وينفق في مرضات الله تعالى يجد في ذلك لذة وسرورا وانشراحا للصدر. وأما سرور الروح ولذة الروح ونعيم الروح فابتهاج الروح فمحرم على كل جبائر، لأن هذه المعاني لا تحصل إلا حين يبذل، وإلا حين يفرج، وإلا حين يعطي، وإلا حين يحسن. فما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله تعالى غافل عن ذكره، جاهل بالله ولأسمائه تعالى وصفاته، جهله بالله بأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي المانع وهو المنعم المتفضل وهو الذي رزقه وهو الذي إن شاء يمسك عنه ويزيل ماله، جهله بأسمائه وصفاته، وجهله لدينه الذي يأمر بالإحسان والرحمة والشفقة، متعلق القلب بغيره، مشغول بغيره دائما، إلا إما بماله ذاته أو بأمثاله من زملائه البخلاء، أو متعلق بغيره ليلتمس منهم البركة في ماله ليبارك له في ماله. وإن هذا النعيم والسرور يسير في القبر رياضا وجنة، لذلك قال من قال كما سمعتم لا يدخل الإنسان جنة الآخرة حتى يدخل جنة الدنيا. إذا دخل جنة الدنيا فحصل له هذا السرور وهذه الفرحة ونعيم القلب، هذه المعاني تتحول في القبر إلى رياض وجنة. القبر إما روضة للرياض الجنة أو حسرة من حسر النار. وذلك الضيق الذي عند البخيل وعند الجبان، ذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، لأن هذا البخيل قد يبخل بحق الله، لا يؤدي حقوق الله التي جعلها الله في ماله الذي جعل في يد هؤلاء العباد. المال مال الله جعله في يد بعض عباده ليحسن البعض إلى البعض الآخر من مال الله، يعطي من مال الله لعباد الله. جعل الله في هذا المال حقا واجبا لازما ركنا من أركان الإسلام، وجعل فيه واجبات أخرى، يدخل بكل ذلك ويتحول كل ذلك عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في السجن، فلينظر هل هو منشرح السجن يعيش في نعيم وفي سرور، أو
وهو ضيق الصدر يعيش في سجن وحصر وعذاب، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. التوفيق الوزير. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، اي لانشراح صدر هذا الذي ضاق صدره ينشرح صدره احيانا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض. الانسان له اعراض بشريه قد تحصل للانسان بعض الاعراض البشريه، يضيق صدر المؤمن في بعض الظروف وفي بعض الحالات، ولكنه يزول بذكر الله تعالى وبالالتجاء الى الله والانابه اليه. وكون الانسان يصاب احيانا بامراض ثم يتعالج ويزول ذلك، او يحصل لهذا الذي صدره ضيق حرج احيانا انشراح بان وفق ومد يدا واحسن، هذه عوارض، لكن الصفه الدائمه الحاله الدائمه كما وصفت، فان العوارض تزول بزوال اسبابها، وانما المعول على الصفه التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان والله المستعان. ثم قال رحمه الله: فمنها بل من اعظمها اخراج دغل القلب من الصفات المذمومه التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر، فان الانسان اذا اتى الاسباب التي تصلح صدره ولم يخرج تلك الاوصاف المذمومه من قلبه لم يقبل من انشراح صدره بطائر. غايته ان يكون له مادتان تؤثران على قلبه هو الماده الغالبه عليه منهما. يقول العلامة ابن القيم: ومن الأسباب، أسباب خفية ولكنها خطيرة. من أعظم تلك الأسباب إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة، الحسد والحقد والحرص الشديد وطول الأمل والتشويش التوبة. يبتلى بالحسد، إذا رأى نعمة على غيره تمنى زوالها، سواء انتقلت إليه أو زالت إلى أي جهة. لا تطيب نفسه عندما يرى نعمة على غيره من مال وعلم وصحة والتزام، أي نعمة، يصاب بحسد. وهذا الحاسد معترض على الله، فأن لسان حاله يقول: لماذا أعطيت فلانا يا رب هذه النعمة؟ لماذا رزقته مالا وصحة وعلما والتزاما وغير ذلك من النعم؟ حسد وحد يضيق صدره. صفات مذمومة تنتج الغيبة والنميمة، تنتج ربما السعي في إلحاق الضرر في المحدود، فهي توجب ضيقه وعذابه. الحاسد المعترض على الله والمصاب بطول الأمل أنه سوف يفعل، سوف يجمع، سوف يشتري، سوف يبني، عمل طويل وتأخير في التوبة فيما بعد، بعد أن يشير، بعد أن يعجز، بعد أن يكبر، بعد كذا وكذا. صفات ذميمة يتهول بينه وبين حصول البر،
فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تسرح صدره التي تقدم ذكر أكثرها ولكنه لم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه قد يؤتي فينكر ويكثر من ذكر الله لكن مع ذلك أصيب بهذه الأمراض. يقول لم يهب من شراه صدره بقائل لا قائل تحت انشراه صدره قال ما هو موصوف بهذه الصفات الذميمة. العلامة ابن القيم له كتاب فالكتب يعالج فيها هذه الأمراض في الطب النبوي له كلام عظيم في طريق الهجرتين وفي القتيب الصغير الفوائد وفي مدارج السالكين ومفتاح دار السعادة على شبابنا أن يستغلوا فراغ الأوقات الفراغ في دراسة هذه الكتب التي تعالج أمراض القلب. يتحمل الإنسان على أن يحاول ليلحق بركب السلف الصالح بالاستقامة لا بالالتزام الشكلي. الالتزام الشكلي لا يجدي الثوب القصير واللحية الطويلة الكسة مما شرع الله وهش عليه لكن إن لم توجد وراء هذا معاني إسلامية لا تجد هذه المظاهر وحدها. أخي الكريم لم تكتمل بعد مادة هذا الشريف فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الأول. الثوب القصير واللحية الطويلة الكثة مما شرع الله وهش عليه لكن إن لم توجد وراء هذا معاني إسلامية لا تجد هذه المظاهر وحدها فلينبغي أن تكون هذه المظاهر أثرا من آثار التزامه واستقامته الحقيقية. إذا استقام قلبه وطهر قلبه وأملت عليه هذه المعاني هذا الالتزام الظاهري نعم الالتزام ونعمة الاستقامة. أما كون الإنسان يكتفي بالمظهر ولا يعالج أمراض قلبه هذا لا يجي أبدا لا ينفع. لذلك الكتب التي ذكرتها تشرح لك آيات وأحاديث فيها العلاج وتحملك على تدبر كتاب الله والتأمل في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تعالج نفسك بنفسك وتكون طبيب نفسك في دراسة هذه الكتب. وإلا فإن هذه الأمراض خطيرة جدا كما قال العلامة ابن القيم هنا كون الإنسان يحصل له من أسباب شراه الصدر التي تقدم ذكرها ولكن أصيب بهذه الأمراض لا يستفيد قائلا من شراه صدره ومن التزامه الشكل الظاهري فلابد أن يجمع بين علاج أمراض القلب وبين تطبيق الشريعة والالتزام والتوفيق بيد الله. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله إن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوساخ المذمومة من قلبه
لم يحظ من انشراء صدره بقائم. أمر الناس ليس بكامل، وغايته أن يكون له مادتان، مادتان تعترض كل مادة المادة الأخرى وتقاوم، وهو للمادة الغالبة عليه منهما. إن أن تغلب الأوصاف المذمومة البخل وأثره والحقد وأثره والتسويف وطول الأمل وغير ذلك والعجب والكبر أو المعاني التي تقدم ذكرها التي توجد انشراح الصدر، فلله الخوف. نعم. ثم قال رحمه الله: فمنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضولة تستحيل آلام وغموما وهموما في القلب تحفره وتخبطه وتضيقه فيتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم. وما أنكد أوشه وما أسوأ حاله وما أشد حسر قلبي. ولا إله إلا الله ما أنعم عيسى من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها قائمة حولها. ولهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: إن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل الخلق متابعة له أكمله من شراح ولذة وقرة عين. وعلى حسب متابعته ينال العبد من شراح صدره وقرة عينه ولذة روحه لما ينال. وهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبه من اتباعه، والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وعباده لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، ومستقل ومستكثر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنه من أسباب انشراح الصدر ترك فضول النظر. فضول النظر انظر في كتاب الله، انظر في هذه المخلوقات لتتفكر، ولكن تبتعد عن النظر إلى ما حرم الله عليك من جميع المحرمات التي تأتيها بالنظر. كذلك كونك تكافر لتنظر كما يقولون ولتتفرج ولترى أشياء بإدخال السرور عليك في زعمك، وأنت معرض بذلك عن النظر في كتاب الله تعالى، النظر الذي يورث التدبر والتعقل والعمل. فضول النظر وفضول الكلام. فضول الكلام يشمل الكلام المحرم كالغيبة والنميمة، والكلام الذي لا طائل تحته تواليف تضيع الأوقات يتبو بها الأوقات ويقتل بها الأوقات، وهم يصرحون بذلك. يطلب بعضهم بعضا الاجتماع
يبدو الأوقات وليقتل الأوقات، لأن الأوقات رخيصة عندهم وطويلة، يبدون في فضول الكلام ليس فيه ذكر الله ولا فيه تلاوة كتاب الله ولا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فضول الكلام، الكلام الفارغ، وفضول الاستماع بدلا من أن يستمع إلى كلام الله، إلى أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى الدرس النافع، إلى المحاضرات النافعة، فإذا هو يتتبع ليسمع الأغاني، ليسمع وليسمع وليسمع، فضول الاستماع يشغله، وكل ذلك يورث ضيق صدره. والمخالطة، فضول المخالطة، المخالطة خصوصا في هذه الأيام لا تنتج إلا شرا إلا ما شاء. اجتماع على قيل وقال، فلان قال كذا، فلان جاهل، فلان مقصر، فلان ضعيف. وللأسف أصبح هذا الكلام اليوم يسجل في الأشرطة غيبات ونميمات، وفضول الكلام تسجل في الأشرطة وتوزع لنا. هذه المخالطة لو خالطوا أهل العلم وأهل الفقه في الله، لو خالطوا طلاب العلم ومن يستفيدون منهم ومن يفيدونهم، لكان خيرا. لذلك خير للإنسان في هذه الأيام أن يلازم العزلة ما لم يجد مجالا للمخالطة النافعة التي ينتفع بها أو ينفع بها. فضول الأكل يبحث عن كل ما لذ وطاب، لا يقتصر على ما يستعين به على طاعة الله، يكثر من الأكل فوق اللازم، وفضول النوم الله المستعان يقضي أكثر أوقاته في النوم. لقد قيل إن بعض البطالين في هذه الأيام يجي من العمل في الليل يضبط ساعته على الساعة السابعة صباحا لئلا يفوته الدوام، ليس له هم في صلاة الفجر فضلا عن قيام الليل، بل المحافظة كلها على الدوام وباقي الأوقات من النوم. بعد فضول الأكل وفضول الشرب وفضول المخالطة وفضول كل شر، ينهي ذلك بالنوم الطويل الذي يؤدي إلى ترك صلاة الفجر أي إلى الكفر. يتعمد ذلك. هكذا سئلنا عدة مرات من شباب وصل بهم الطرف إلى هذه الدرجة، فنسأل الله لنا ولهم العافية والتوبة النصوح في هذا الشهر المبارك. فإن هذه الفضولة التي تقدم ذكرها تستحيل آلاما وظلوما، ومن ما يكبر في السن فيجد أنه قضى شبابه في فضول المخالطة وفضول النظر وفضول الكلام وفضول النوم، يسبب له آلاما وهموما. ولكن إن كان ذلك يسبب له التوبة والرجوع إلى الله، نعم الألم ونعم الحزن ونعم الهم والغم، إذا كانت النتيجة التوبة والإنابة. لكن إذا كان لا يشعر بذلك، بل يستمر فيما هو فيه، يبقى حياته في هم وغم وألم، يستحيل آلاما وهموما وهموما في القلب تحصره وتهبسه وتضيقه ويتعذب بها.
لا يجد من نفسه استراحة، كيف ينشره باله وقد أعرض عن الله وعن ذكر الله وعن الكلام النافع والنظر النافع والاستماع النافع؟ من أين له انشراح الصدر؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها من هذه الفضولات. ثم يقول: فلا إله إلا الله، ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، ضرب بسهم في فضول النظر، فضول الكلام، فضول الاستماع، جمع هذه الأشياء كلها. فلا إله إلا الله، ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشة، وما أسوأ حالة، وما أشد حسرة قلبي. وبالمقابل: ولا إله إلا الله، ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة، الإنابة إلى الله والإحسان إلى عباد الله والإكثار من ذكر الله وغير ذلك من الخصال المحمودة التي تقدم ذكرها. وكانت همته دائرة عليها، على هذه الخصال، مشغول بها، حائمة حول تلك الخصال. فإن ذكر وعطاء وإحسان وتدبر لكلام الله وغير ذلك. ولهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، هم في نعيم في الدنيا قبل نعيم الآخرة. ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: إن الفجار لفي جحيم، في جحيم الدنيا قبل جحيم الآخرة. وبينهما مراتب متفاوتة لا يهتم إلا الله سبحانه وتعالى. فقد ذكرت لكم الكتب التي يتوسع فيها العلامة ابن القيم في هذا الخصال، يؤدد فيها تلك الخصال المحمودة ويدعو إليها ويردد فيها ويعذب فيها تلك الخصال المذمومة ويحذر منها رحمه الله. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها اشتراك الخلق، في جميع هذه الصفات أكمل الخلق واتساع الألف وقوة العين في حياة الروح، وأكمل الخلق في هذا، في هذا الشرف والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، حيث رزقه الله الشرح الحسي حسن الخلق، البشاشة وعدم العبوس، وحسن المخالطة وحسن المعاشرة وعباد الله. وأكمل الخلق متابعة له، أكملهم انشراحا ولذة وقرة عين وتوفيق لله. وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال. لا ينال الإنسان هذه المعاني إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ تقدم أن لا إله إلا الله وإخلاص العبادة لله وحده لا بد أن ينضم إلى ذلك شهادة أن محمد رسول الله، وأن يكون معنا ذلك متابعته والتأسي به، وأن تعبد الله بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهو صلى الله عليه وسلم في ذروة الكمال في شرح الصدر، أمر
لا يمكن شرحه ورفع الذكر. وقد رفع الله ذكره حيث لا يتم اسلام المرء بذكر الله وحده الا بذكره عليه الصلاه والسلام، وحيث لا تصح صلاتك بذكر الله وحده الا ان تذكر مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث لا تصح صلاتك اذانك واقامتك اكثر العبادات الا ان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله. وقد رفع الله ذكره كل ذلك طريقه ان تكون محبتك له صلى الله عليه وسلم كانه عبد الله ورسوله. اما تدبير رسول الله عليه الصلاه والسلام واحترامه بكونه عبقريا ما يفعل بعض الكتاب، او يحب ذاته المحمديه لكونه قريبا له ولكونه كريما عظيما دون ان يشهد برسالته، كل ذلك لا يوجد، اذ لا يوجد من يحب لذاته الا الله، ومن يعظم لذاته الا الله، ومن يحب ويخاف ويعظم لذاته لا يوجد الا رب العالمين. فرسول الله محبته شعبة من شعب الإيمان، لكن شريطة أن تحبه لأنه عبد الله ورسوله. وأنتم تعلمون إن محبة أبي طالب كانت محبة ذاتية شخصية أرادية لم تفده الفائدة المطلوبة. لذلك يجب محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام للمعاني الإسلامية ثم اتباع شرعه وهديه، وألا تعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن القيم ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه. التوفيق بيد الله، والله المستعان. وهكذا لأتباع نصيب من حب الله له وعصمته إياه. هذه هي معاني المعية الخاصة ودفاعه عنه. إن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا شرعه وطبقوا شريعته، يدافع عنهم. وإن كان قد يبتليهم لأن يسلط عليهم أعداءهم، يجب أن يعلم المؤمن إذا دافع الله عنه ونصره وأيده أن ذلك فضل منه سبحانه. وإن ابتلاه وسلط عليه أعداءه وخصومه وأودي، فليعلم أن ذلك عدل منه سبحانه وتعالى. وفي كلتا الحالتين يجب أن يحقق العبودية. من تحقيق العبودية أن توافق إرادتك إرادة الله، أن توافق إرادتك إرادة محبوبك وهو الله. لا تحب إلا ما يحبه، ولا تكره إلا ما يكرهه. لا تحب إلا من يحبه ربك سبحانه، ولا تحب من الأعمال إلا ما يحبها، ولا تكره إلا ما يكرهه ربك ومولاك. بهذا تحقق معنى العبودية. وبالله التوفيق، وإلى غد إن شاء الله بتوفيق الله تعالى بعد صلاة العصر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سائل يسأل
نجيب على بعض ما تذكر في آخر هذا الدرس. يقول مر عليه حديث يقول: من حج فلم يضرني فقد جفاني. في هذا المعنى أحاديث ولا يصح شيء من ذلك. حج البيت ركن من أركان الإسلام، ولو حج الإنسان بيت الله ولم يعرج على المدينة فرجع إلى بلده وتكرر منه ذلك لا ينبغي أن يعاتب على ذلك. وإذا أراد أن يقوم بزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام له أن ينشئ السفر لذلك من بلده. أما ربط الحج بالزيارة، لأن الحج لا يتم حتى يزور الحاج مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، هذا غلط، لا ينبغي أن يفهم هذا الفهم. كما أنه لا يربط بين الحج والعمرة، لو أن الإنسان حج فرجع إلى بلده فلم يعتمر فحجه صحيح. فالأولى أن ينشئ للحج سفرا وللعمرة سفرا ولزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام سفرا. القادم من خارج المدينة من داخل البلاد وخارجها يجب أن يكون نيته زيارة هذا المسجد، لتكون زيارته زيارة شرعية، يصلي في هذا المسجد ويتعبد فيه، ثم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام على صاحبيه. لا ينشئ السفر بنية زيارة القبر، إذ لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد باسم المساجد، كما تسد الرحل إلى مكة باسم المسجد الحرام، تسد الرحل إلى المدينة باسم مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام على النبي وزيارة قبره من أفضل أنواع زيارات القبور. هذا السلام سوف يشرح في درس آتي لماذا كان الأمر كذلك، لأن الهدف من زيارة القبور، الهدف الأول تذكر الموت، وهناك قبر يذكرك بالموت ويحملك على الاستعداد لآخرتك مثل زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لا، لهذا نص بعض علماء الدعوة وأئمة الدعوة، أعتقده صاحب فتح المجيد، أن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل القربات وأفضل أنواع الزيارات، أفضل من زيارة أي قبر لهذا الغرض. إذ يتحقق بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام ما لا يتحقق بزيارة قبر غيره، ولكن لا ينبغي سد الرحل لذلك، ينبغي أن تتم الزيارة بدون سد الرحل. أما ما ذكر السائل، الحديث الذي ذكره وما ورد في معناه من الأحاديث التي تحث على زيارة القبر وتربط ذلك في الحج، لا يصح شيء من ذلك كما ذكر أهل العلم. وقد تسيء الظن بعض الناس عندما يقول القائل مثل هذا الكلام، وربما يتهمه كما هو المعروف بعدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاتهام لا يمنعنا أن نقول الحق، ليست محبة النبي عليه الصلاة والسلام تتمثل في أن تقف أمام قبره عليه الصلاة والسلام فقط، بل تتمثل محبة النبي عليه الصلاة والسلام بأن تتعلم هديه وتعمل بالشريعة التي جاء بها من عند الله وتدعو الناس إليها وتؤمن بها وتكتفي بها وتعتقد أن حل مساكن المسلمين جميعا في هذه الشريعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أما نحن ندعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن بدأنا نتجه لحل مشاكلنا السياسية إلى فاتكان إلى بابا تاركين مكة والمدينة تاركين رسول الله عليه الصلاة والسلام والدين الذي جاء به. فبدأ بعضنا يعتقد أن حل مشاكلنا السياسية عند بابا في فاتكان. هذا الموقف قد يؤدي إلى الردة. اعتقاد الأخوة لبابا واحترامه والغلو فيه واعتقاد أن حل المشاكل هي ببابا في فاتكان. أين الإسلام؟ أين البراء والولاء؟ ما معنى هذا؟ ومع ذلك كله دعوة محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه أمور متناقضة ينبغي أن نفهم أصول ديننا وينبغي أن نفهم أننا لو طبقنا شريعة القرآن انحلت مشاكلنا كلها اقتصادية وسياسية واجتماعية وجميع مشاكلنا. وكوننا عجزنا لماذا عجزنا من حل مشاكلنا؟ لماذا عجزنا عن القضاء على هذه المشاكل والفتن؟ لأننا لم نطبق شريعة الله. لا حياة للآدميين على حياة السعيدة إلا بشرع مطلقا. اليهودي والنصراني وكل آدم ما لم يخضع لشريعة الله لا يمكن أن يعيش عيشا كريما وسعيدة وفيها الهناء. بل لابد أن تستمر الاغتيالات والقتل والطرد وجميع الفتن والقتال بين الإخوان في بلد واحد. كل ذلك يستمر حتى يرجع المسلمون إلى شرع الله. عند ذلك تنحل المشاكل. لا يحل بابا في فاتكان أو بابا في أي مكان. بل هذا الاعتقاد جريمة وخروج على دين الله تعالى. أخي الكريم من فضلك تقلب الشريط. لا يحل بابا في فاتكان أو بابا في أي مكان. بل هذا الاعتقاد جريمة وخروج على دين الله تعالى. كون يذهب عالم من علماء المسلمين وداعية من دعاة المسلمين إلى فاتكان إلى بابا أو إلى بابا آخر في غير فاتكان يخضع ويتدلل له ويتملق له ليطلب منه حل المشاكل والقضاء على الدمار الذي تعيشها أكثر من بلاد المسلمين والقضاء على الإرهاب. بابا يقضي على الإرهاب. بابا هو الذي يقضي على الإرهاب وعلى المشاكل. أما تعتقد كفره وأنه يكره فرها لا مثيل له عندما يذهب إليه عالم كبير من علماء المسلمين ويجلس بين يديه والصليب مدلدل على صدره لم يفرح. عيد عنده ذلك اليوم. يا للخسارة. هكذا وصل أمر المسلمين إلى هذه الدرجة. السبب الإعراض عن دين الله والزهد في دين الله بل الجهل بدين الله. الجهل المركب حيث يزعم الإنسان إنه عالم وهو جاهل. لذلك من هنا نوجه نداءنا إلى المسلمين لهذه المناسبة
لا حل لمساكننا، والقضاء على جميع مساكننا، والقضاء على الإرهاب وكل شيء إلا بالرجوع إلى شرع الله. حاولوا ما حاولتم فالمحاولة فاشلة، والتوفيق بيد الله تعالى. سألني سائل يذكر أنه من بعض دول إفريقيا يصف ما يسمع من مشايخ من شيوخ التجانية أنهم يدعون أنه لا يدخل الجنة إلا من انتظم في سلكهم ودخل في طريقتهم، لو لم أشاهد هذا النوع من الناس لعددت هذا السؤال فيه نوع من المبالغة، ولكن جاءنا في حدود عام 82-83 شيخ كبير يعبد في بعض دول افريقيا في الغرب، سبقته الينا قصيدته التي يقول فيها: ومن احبني ومن رآني في جنة الخلد بلا بهتان. شخص عادي لما تراه مثلا في امامته يقول: فمن احبني ومن رآني في جنة الخلد بلا بهتان. هذا الشخص جاء الى الجامعة يمثل بلده في المجلس الاستشاري في ذلك الوقت، سبقته قصيدته إلينا، وقرئت القصيدة على الشيخ عبد العزيز بن باز بهذه الانحرافات وغيرها من الكفريات. فعقد له الشيخ مجلسا خاصا فاستتاب، فأعلم بالتوبة، وزعم أنه إنما قال هذه القصيدة في شبابه، فكان في حدود 50-60 أنه تاب. فطلب منه الشيخ توبة له أن يعلن ذلك فيما يكتب من قصائد ومن رسائل، لأنه كاتب، كتب على نفسه التعهد أنه سوف يؤلف كتابا يعلن فيه التوبة وأن ما قاله كفر وشرك. فسمح له بالمشاركة بالمجلس ترغيبا له في التوبة، ولكن للأسف رجع إلى بلده وركب رأسه وازداد نفورا وتعنتر أكثر فأكثر فلم يعمل شيئا. وهذا السائل يذكرنا بذلك، لذلك نقول بالاختصار الوقت ضيق: جميع الطرق الصوفية ضلالة وبدع، لكن أضلها حسب علمي وأبعدها الطريقة التجانية التي كان ينتسب إليها الشخص الموصوف، لأن القوم تجار للدين باسم الدين. ولعل بعضكم تهتدون ما يسمى بصلاه الفاتح، صيغة من صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مخترعة من عندهم، أثبتوا لها من الأجر ما لا يثبت للقرآن العظيم، بل عملوا دعاية سيئة ضد القرآن، حيث زعم من زعم إن المرة الواحدة من صلاة الفاتح أفضل من أن تختم القرآن 6000 مرة. صدق أو لا تصدق، هذا هو واقعهم. لذلك ننصح إخواننا الحضور أن يحذروا الناس من الانتساب إلى أي طريقة من الطرق الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي، وبصفة خاصة الطريقة التجانية الكافرة التي لا تؤمن إلا بالحياة. ذلك الشيخ زرنا المدينة التي يعيش فيها، فإذا هو من أسرى أهل البلد،
بمعنى باع دينه بدنياه، اختار هذه الحياة، ولذلك يتعمد تضليل الناس ودعوة الناس إلى عبادة نفسه. وما سأله هذا السائل من دعوة أنه لا يدخل الجنة إلا من انتسب إلى طريقتهم، نقول تلك جنتهم. أما جنة الله لا يدخلها إلا المخلصون، جنة السجانية لا تهتم بها، فجنة الله تعالى للمخلصين. أخلص العبادة لله وأقبل على الله وأبشر بخير ولا تهزن على قوله. وبعد، نجيب على بعض الأسئلة العادية الفقهية. سائل يسأل: إذا أبصرت الحبلى ما الذي يجب عليها؟ يفصل الفقهاء في هذه المسألة: إن أبصرت خوفا على نفسها فأن نصحها الطبيب المختص الطبيبة بأن الصوم يضرها فأبصرت خوفا على نفسها، ليس عليها إلا القضاء. وإن أبصرت خوفا على جنينها وكذلك المرضع على طفلها، عليها القضاء والكفارة. القضاء محل إجماع، والكفارة في المسألتين محل خلاف بين أهل العلم. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وفي الختام، نحمد الله تعالى أن من علينا بافتتاح هذه المؤسسة، كما نسأله سبحانه أن يوفقنا لمزيد من العطاء الخير الذي تعم به الفائدة والمنفعة للمسلمين. وتقبلوا تحيات أسرة مؤسسة ابن رجب للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8261 8 9 8. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فحديثي معكم في هذه الليلة حديث عرفتم عنوانه فقه السنة، عفوا فقه النصيحة. وقد تعرض فضيلة الشيخ عندما قدم عنوان المحاضرة لبيان مكانة النصيحة في الإسلام، واستنبط ذلك من الحديث الذي سوف يكون محل بحثنا ومناقشتنا معكم. ذلكم الحديث الذي يعد بحق من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. لذلك في هذا الحديث الصحيح
الذي روي بعدة ألفاظ الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، الدين هو النصيحة. وهذا الأسلوب كما يعلم طلاب العلم أسلوب يفيد الحصر والقصر، أي حصر الدين كله بمراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، حصر ذلك كله في النصيحة عليه الصلاة والسلام. إنما الدين النصيحة. وكون هذا الأسلوب بلفظ إنما يدل على الحق، هذا أمر واضح. أما اللفظان الآخران الدين هو النصيحة، وهو قريب من اللفظ الأول في الوضوح في بيان الحق وفي إفادة الحق. وأما اللفظ الثالث المشهور الدين النصيحة فذلك يدل على الحق. نأخذ ذلك من تعريف جزء الإسناد، أي تعريف كل من المبتدع والخبر: الدين النصيحة، أي ليس شيئا آخر، هو النصيحة وحده. هكذا حصر رسول الله عليه الصلاة والسلام الدين في النصيحة. سأل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول الله، قالوا: يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، من وفقه الله ونصح لله ونصح لكتابه، ومن عُقِفوا على كتابه قد قام بالدين كله. تعالوا بنا نتذاكر ونتساءل كيف ننصح لربنا سبحانه، كيف ينصح العبد لربه. يعرف ربه حق المعرفة، ذلك بأن يعرف نفسه أولا. من عرف نفسه بأنه مخلوق محدث بعد أن لم يكن، فقير ضعيف محتاج، عرف ربه بأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، خالق كل شيء، وهو الغني وهو القوي وهو الحي الذي لا يموت، وهو الذي أخبر عن نفسه أنه ليس مختلطا بخلقه: أمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى. أخبر الله عن نفسه في غير ما آية، وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى فوق جميع المخلوقات، يدعى من فوق ويراقب من فوق، وهو معنى بعلمه لا يخفى عليه شيء من شؤوننا، لا تخفى عليه خافية، مستوي على عرشه كما يليق به، ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، استواء لا نستطيع أن نعرف أو نتصور كيفيته، لأننا لم نتصور كيفية ذاته. إيماننا بالله إيمان تصديق وتسليم، لأن الإيمان بالله من الغيب، الإيمان بذات الله وبصفاته وأسمائه وأفعاله وقضائه وقدره، آمنا بكل ذلك إيمان تسليم وإثبات،
وتصديق، ولم نبحث عن كيفية ذاته، لذلك لا يليق أن نبحث عن كيفية صفاته. فإذا أخبرنا الله بأنه معنا يجب أن نفهم بأنه معنا بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره لشؤوننا، وليس معنا بذاته، لأن معية الذات لا تليق بالله، إنما هو معنا بالمعية التي تليق به. المعية التي تليق به معية العلم إذا كان السياق في سياق المعية العامة، وهي معية العلم والنصر والتأييد والكلأ والحفظ، إن كانت المعية معية خاصة. كونه سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه استواء حقيقي، وكونه معنا معية حقيقية. ولا ينبغي أن يفهم بعض الناس من قول السلف بأن الله معنا حقيقة أن تلك معية الذات، لأن لفظة مع إنما تدل على مطلق المقارنة، لا تدل أو ليست نصا على المقارنة الذاتية. مطلق المقارنة والسياق يدل على نوع تلك المقارنة، فمقارنة الله تعالى بعباده مقارنة بالعلم، يعلم منهم كل شيء، يرى أماكنهم ويسمع كلامهم ويعلم منهم، وهو عليم بذات الصدور. هذه هي المعية الحقيقية بالنسبة لله تعالى، كما حقق ذلك غير واحد من السلف وأتباع السلف، وآخر من حقق وتوسع في ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسائله المعروفة لدى طلاب العلم، وأوضح بحث له رحمه الله في هذه المسألة في الرسالة الحموية. فليرجع طالب العلم إلى هذه الرسالة لتحقيق هذه المسألة. وإنما تعرضت لهذه المسألة مع تبجيلي أن بعض الحضور قد يصعب عليهم هذا البحث، ولكن لعلمي أن كثيرا من طلبة العلم خصوصا طلاب الجامعات يبحثون هذه المسألة، وقد يبحثون مع من تأثروا بالعقيدة الأشعرية الذين يعتقدون بأن الله في كل مكان بذاته، لخطورة هذه العقيدة تعرضت لهذه المسألة، وإن كان هي أيضا داخلة في باب النصح لله سبحانه وتعالى. هكذا يعرف العبد ربه، كما سئل عبد الله بن المبارك: كيف نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه. هكذا يعرف الرب بأنه يدعى من فوق ويخشى من فوق، ولا يجوز الاعتقاد بأن الله في كل مكان أو في كل شيء بذاته، لأن هذه العقيدة بدأت تنتشر. فليتنبه طلاب العلم لهذه المسألة لخطورتها. إذا عرف العبد ربه هذه المعرفة فأخلص له العبادة ووحده في عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي حاكميته، وإن كانت الحاكمية داخلة في العبادة. إذا أخلص لله سبحانه وتعالى العبادة
وعمل بذلك ودعا الناس إلى ذلك قد نصح لله، لأن النصيحة مأخوذة من نصح الأسل إذا صفى، ومن أخلص العبادة لله بعد المعرفة وأحسن في العمل حتى يصبح من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، بهذا يكون ناصحا لله سبحانه وتعالى، والتوفيق بيد الله. أما النصيحة لكتاب الله تعالى بأن نؤمن بأن كتاب الله القرآن الذي هو المهيمن على جميع الكتب السماوية وآخر الكتب السماوية أنه كلام الله، كما أن الكتب السماوية كلها من كلام الله، القرآن من كلام الله، وكلام الله تعالى لا يعد ولا يحصى لأنه من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا تعد ولا تحصى، ولكن القرآن من كلام الله حقيقة، هو الذي تكلم به، ولا يجوز اعتقاد بأن معناه من عند الله واللفظ ليس من عند الله، إما من عند محمد عليه الصلاة والسلام أو من عند جبرائيل، هذا خطأ، عقيدة خاطئة، وليس بالخطأ الهين، بل السلف أجمعوا على أن القول بخلق القرآن يؤدي إلى الكفر. لذلك مرة أخرى أشير إلى أن هذه العقيدة عقيدة بأن كلام الله كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، وأن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة بل عبارة عن كلام الله أو ترجمة لكلام الله، هذه العقيدة أيضا بدأت تنتشر في بعض الجامعات، بينما كنا نتحدث عنها غيابيا فإذا هي دخلت على بعض شبابنا الطلاب، فليعرفوا تماما بأنها عقيدة خاطئة ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا القرآن الله سماه كلاما، حيث يقول الرب سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله الذي سمعه المشركون وغير المشركين من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن، والحديث النفسي لا يسمى كلاما، يسمى حديث النفس. لذلك لا يبطل الصلاة الكلام اللفظي بغير حاجة وضرورة، إذا تكلم الإنسان في صلاة تبطل صلاته، لأن هذه الصلاة لا يصل فيها شيء من كلام الناس. أما لو تحدث الإنسان في نفسه إنما ينقص أجره لأنه فاته حضور القلب والخشوع، والصلاة لا تبطل لأنه لم يتكلم، لا يسمى كلام، إنما هو حديث النفس. ممن فردت به الأشاعرة إثبات الكلام النفسي لله اصطلاح خاص يخصه، وهو قول بلا جديد. يجب اعتقاد بأن هذا القرآن كلام الله، هو رسالة بعثها الله بها إلى أهل الأرض ليقرؤوها ويتدبروها ويعملوا بها لهذا الغرض، نزل القرآن. القرآن كتاب عقيدة عند سلفنا الصالح، لا تعرف الكتب التي ألفت بعد ذلك باسم كتب العقيدة وكتب التوحيد، بل هذا القرآن
مع ما يفسره من السنة الصحيحة هو كتاب العقيدة وكتاب التوحيد عند سلفنا الصالح، وهو كتاب عبادة، كتاب أحكام، كتاب المعاملات، كتاب الاقتصاد، كتاب السياسة، كتاب كل شيء، تبيان لكل شيء. هذا القرآن يجب أن يفهم هكذا ويقدر لأنه كلام الله، ولا يتجاوز كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أيام المهنة في باب الأسماء والصفات: لا يتجاوز القرآن والحديث. كذلك لا يتجاوز القرآن والحديث في باب العبادة وفي باب الأحكام، ولا يجوز أن نستورد أحكاما أجنبية تاركين أحكام الله في كتاب الله، بل لا يجوز أن نضع محليا قوانين محلية تاركين كتاب الله، إذ لا فرق بين الكفر المستورد وبين الكفر المحلي. وضع القوانين المحلية كاستيراد القوانين الأجنبية من الخارج، بل التحاكم إلى العادات والسلوك لا فرق بين ذلك وبين استيراد الأحكام أو القوانين الوضعية الأجنبية، كل ذلك إعراض عن أحكام الله التي أنزلها في كتابه سبحانه. إذا فهمنا كتاب الله بهذا الفهم وعملنا به هكذا نصحنا لكتاب الله. بعد ذلك كيف ننسه لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ رسول الله يجب عليه الصلاة والسلام أن نعرف بأنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلينا ليخرجنا به من الظلمات إلى النور، ووحد به الكلمة. هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام الله اختاره واصطفاه من بين عباده، فأوحى إليه فأنزل عليه هذا الكتاب العظيم وأمره أن يبين للناس ما نزل إليه، فبين ذلك. ولا يجوز الاستخفاف به، بل الاستخفاف به ردة، ولا يجوز الاستخفاف بسنته وبما جاء به، بل يجب توقيره وتعظيم سنته وتعلمها وتعليمها ونشرها بين الناس والعمل بها وتفسير القرآن بها، لأن السنة النبوية هي في الغالب الكثير مفسرة ومفصلة للقرآن. خير ما يفسر به القرآن قرآن مثله، إذا أجمل في موضع وفصل في موضع، ثم في الدرجة الثانية تفسير القرآن.